مع استمرار تصاعد المنحنى الوبائي في ظل انتشار متحور أوميكرون والاستهتار الملاحظ في تطبيق البروتوكول الصحي من التجار والمواطنين على حد سواء، ما جعل مصالح التجارة تكثف مخرجاتها الميدانية للتوعية والتحسيس. ما كاش لو جيل ديزانفيكتون على لونتري. قوانين ومراسيم تطبق، مام المخالفة تطبق. هاي ديجا انت عندك ديجا هنا مخالفة وراها الجلد. كنا قمنا بتقديم بعض النصائح وتوجيهات، وفي نفس الوقت قمنا بالوقوف على التجاوزات اللي كاينة على مستوى المحلات التجارية، قمنا بإعذار التجار المخالفين. ولأن الاستهتار في وسائل النقل بالتدابير الوقائية مسؤولية مشتركة يتقاسمها المسافر والناقل على حد سواء، فكانت وجهة مصالح مديرية النقل المحطة البرية للمسافرين. رانا نقوم بحملها تحسيسية لفئة المواطنين من أجل الالتزام بارتداء القناع الواقي، من أجل سلامة المواطنين في الحافلات والحفاظ على الأرواح. وبدورها مصالح الشرطة شريك فعلي في عملية التحسيس وفعال أساسي من أجل تطبيق القانون على المخالفين. نظمت مصالح أمن ولاية المدية خرجات ميدانية تحسيسية على مستوى محطات نقل المسافرين والفضاءات التجارية بهدف التوعية والتحسيس بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية واحترام البروتوكول الصحي التي عرفت تراخي في الآونة الأخيرة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للمراسيم والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. ويبقى وعي المواطنين بضرورة الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي هو السبيل الوحيد للحد من تفشي هذا الوباء الفتاك.